أفاد السيد أراغاي غبرامدهن مدير قسم التحكم في الأمراض لمكتب الصحة في تيغراي أن 70% من شعب تيغراي معرضون للإصابة بمرض حمى الضنك وخاصة سكان المنطقة الوسطى في تيغراي. 700 حزب تيغراي نحن معصو أستقالع بوتا إزنبر. الكثير من شعب تيغراي يعيشون في الأماكن التي من خلالها يصابون بمرض حمى الضنك، وخاصة سكان مدينة رايا وسكان المنطقة الوسطى، ويوجد العديد من المصابين بهذا المرض في المنطقة الوسطى في تيغراي. وأفاد أيضا السيد أراغاي أن النازحون الذين نزحوا إلى شمال تيغراي يعانون من أضرار ذلك المرض، وذلك بمكوثهم في الأماكن الغير مناسبة. وأيضا الأماكن التي يتواجد فيها النازحون في شمال تيغراي تجعلهم أكثر عرضة لذلك المرض، ولذا أنا أطلب من المؤسسات الإنسانية في شمال تيغراي بأن يجروا تحاليل لهؤلاء النازحون ويقدمون الأدوية للأشخاص المصابين. وذكر لنا السيد أراغاي أيضا أنه تدنت نسبة هذا المرض في خلال 7 سنوات الماضية، وذلك لتوفر الأدوية المضادة لذلك المرض، وهذا يدل تماما أن أبي أحمد استخدم منع دخول الأدوية واللقاحات المضادة كوسيلة حربية للتخلص من شعب تيغراي. أو زحلفوا شوعات عمتات لبدا زبها الحمامين برد. ال7 سنوات الماضية قلت نسبة مرض الحمى الضنك في تيغراي، ومنذ نشأة الحرب ومنع دخول الأدوية أدى إلى ازدياد نسبة هذا المرض في تيغراي. وطلب السيد أراغاي من المجتمعات الدولية ومن أبناء تيغراي المغتربين بفرض الضغوطات لإدخال اللقاحات المضادة لمرض حمى الضنك في أسرع وقت ممكن، لأن التأخر في دخول اللقاحات سيؤدي بحياة 3 مليون شخص إلى الهلاك. دارغانا ب3 مليون زتقع يدلي إن حزب تيغراي زازيرا يولن لنا. أكثر من 30 مليون شخصا في تيغراي معرضون لمرض الحمى الضنك، ولا يوجد أي شيء لحمايتهم من الإصابة بذلك المرض، وطلبنا من كل المجتمعات الدولية ووزارة الصحة الإثيوبية بإدخال الأدوية واللقاحات، ولم نلقى أي رد منهم. وأيضا طلب السيد أراغاي من المجتمع في تيغراي بأن يحموا أنفسهم من الإصابة بهذا المرض، وذلك من خلال دفن الأماكن المليئة بالمياه الملوثة.